كتاب بحث في فلسفة ابن رشد. يشكل هذا الكتاب حلقة من سلسلة بحوث ودراسات قدمها الأستاذ الباحث حول ابن رشد، وجعلت منه أحد الرشديين الكبار في العالم العربي. والجدير بالملاحظة أن المدرسة المغربية الرشدية تقدم الجديد سواء من حيث المواضيع أو من حيث جهة التناول، ولعلها نجحت كثيرا في هذا السياق. وإن إنشاء بيوغرافيا للدراسات الرشدية الحديثة في المغرب يمكن أن يبرز هذا المعلم بروزا قويا. والكتاب الذي نقف عنده اليوم يقدم من خلال عنوانه مسارات معالجاته، فهو يذهب من الوجود إلى الذات، أو بالأحرى يوقفنا على رحلة ابن رشد من الوجود المشار إليه إلى الماهية. إنها رحلة البحث عن الذات من خلال الفحص في الوجود. والمتأمل في هذا العنوان يجد أن الأستاذ الباحث يريد أن ينبه الدارس إلى طبيعة ما يسمى بالفلسفة الوسيطية، والتي تختلف عن طبيعة الفلسفة الحديثة. فإذا كانت هذه الأخيرة قد تأسست على الذات أولا مع ديكارت الذي استطاع فهم سؤال الثورة الكوبرنيكية، فأصبحت الفلسفة الحديثة معه تنطلق من الذات المفكرة إلى الوجود. فإن فلسفة ابن رشد، والتي هي جزء من الفلسفة القديمة، ما كان لها أن تفكر في هذا الأفق، فقد كان أفقها أرسطو الدرجة الأولى. وهذه الرحلة الرشدية للوجود إلى الذات تتحرك في هذا الأفق الأرسطي، ولا تكاد تنحرف عنه إلا لماما. هذا عن عنوان الكتاب الأصلي. لكن هناك عنوان فرعي في الكتاب، بحث في فلسفة ابن رشد. ينبه هذا العنوان الفرعي الباحث إلى قضية أساسية أسالت الكثير من الميلاد، وهي قضية أصالة الفلسفة الرشدية. فمنذ أن اتهم ابن سبعين ابن رشد بأنه لم يكن سوى مقلد لأرسطو، ومنذ مقالة رينان بأن الفلسفة الرشدية الفلسفة العربية هي الفلسفة اليونانية مكتوبة بحروف عربية، ومنذ أن أطلق على ابن رشد لقب الشارح الأكبر، ظلت علاقة ابن رشد بأرسطو تثير إشكالات متعددة. وهذا الكتاب لم يغفل عن طرحها، وإن بشكل عربي، وتقديم عناصر الإجابة عنها من خلال لفت الانتباه إلى أمور ثلاث. أولا، لفت الانتباه إلى إشكال التفسير عند ابن رشد، وكيف تكون اقتباس دينامية الكتابة ابن رشد فتعرض به نحو مسالك، أو فتعرض به نحو مسالك غير متوقعة للانفصال عن الفيلسوف الأول أرسطو. ثانيا، لعل أهم ما لفت إليه المصباحي نظر الثالثين في هذا الإطار أنه جعل موقف ابن رشد من صلة الحكمة بالشريعة هي نتيجة موقف ابن رشد من صلة الوجود بالذات، وأن موقف من العلاقة الأخيرة هي التي أملت عليه موقفه من العلاقة الأولى، ليفتح أمام الدارسين بابا من القول الطريف. وينبه إلى أن ابن رشد لم يظل في جبة أرسطو الضيقة، بل وسعها حتى وسعت ما لم يكن أرسطو يفكر فيه. وإن الفيلسوف المسلم استلهم أرسطو وأغنى به القول الإسلامي، وإن ظل وفيا لخطه الفلسفي العريض، لأن ابن رشد كان اقتباس يؤمن بنهاية تاريخ الفلسفة عند أرسطو. كما أنه لفت الانتباه خالصا إلى بروز شخصية القاضي عند ابن رشد الفيلسوف، وهو ملمح سيكون له تأثير كبير في القراءة الرشدية للمتن الأرسطي. فقد كان ابن رشد اقتباس يتعامل مع تاريخ الفلسفة، أي تاريخ الخصومات بين الفلاسفة والمذاهب، بعقلية القاضي الذي بعد أن ينظر في الدعوة والدعوة المضادة يحكم في النازلة حكما عادلا، ينصف أحد الخصمين دون أن يغبن الخصم الآخر. وهو أيضا باب طريف في البحث يفسر حرص ابن رشد على الحلول الوسطى في الفلسفة كما في الشريعة، كما يبرزه لنا كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. إن الذي يتابع الأستاذ المصباحي من خلال ثنايا الكتاب يجد أن الرجل
حرف عند ابن رشد لا يكاد يخرج عنه في تقويد لن يرجع إليه. لأن هنا لسنا أمام عمل إنشائي كما نجد في كثير من الكتابات عن ابن رشد، بل أمام عمل يثير الإشكالات ويبحثها ويثير الصعوبات ويتخطاها، عمل يرصد إلى ابن رشد وهو يقود رمال الميتافيزيقا ويقتحم لجاجها، وهو عمل يحاول من خلال هذه الإشكالات والصعوبات أن يبني قولا متماسكا ما وسعه ذلك. وقد استوى عنده هذا العمل من خلال الأربعة أبواب، لكل باب فصول ولكل فصل زمل كبرى اختار الباحث لتعيينها طريق التفكير. وهكذا خرج الباب الأول والموسوم حول الذات والصور في 5 فصول و17 جملة، وخرج الباب التالي الموسوم حول الذات والصورة في 4 فصول و13 جملة، وخرج الباب الثالث الموسوم بالذات والتضاد في 4 فصول و22 جملة. أما الباب الأخير والموسوم بالذات والأعراض فخرج في 2 فصلين و4 جمل. قبل أن يوجد الكتاب في خاتمة وينتهي بقسم للمراجع وآخر للمصطلحات وآخر للأعلام وآخر لفهرسة الكتب قبل أن يقفل الكتاب بفهرس المحتويات. لكن ما أطروحة الكتاب وما الإشكال الذي يعالجه؟ أن الأطروحة فهي بيان كيف كانت رحلة ابن رشد الفلسفية، اقتباس من الموجود إلى الجوهر، ومن الجوهر إلى الذات، ومن الذات إلى الصورة بصفتها ماهية الماهية، ومن الصورة إلى أعراضها الضدية وغير الضدية. إن هذه الرحلة المتعددة المسارات لا تثير إشكالا واحدا بل إشكالات متعددة، فمن إشكال الذات بين الوحدة والتعدد إلى إشكال علاقة العقل بالذات، إلى إشكالة مرتبة الذات بالنسبة للوجود، إلى إشكال حضور الوحدة في أفعال الفصل على مستوى الماهية وفي أحوال الحركة على صعيد الطبع الطبيعة والوجود والمعرفة والعمل، إلى إشكالية التفسير وغيرها من الإشكالات التي يعج بها هذا الكتاب. لكن من أي جهة سنتناول نحن هذا العمل الفلسفي؟ لا أعتقد أن المطلوب هنا الدخول في الحديث عن الإشكالات التي عالجها الأستاذ الباحث بكثير من المهارة والحرفية، وإنما سأحاول وقد قرأت الكتاب بمتعة كبيرة أن أقف عند بعض من هذه الكيفيات التي حضر فيها الأستاذ المصباحي من خلال هذا النص. أولا، لا يمكن الحديث عن نصين من النصوص التي كتبها الأستاذ المصباحي دون الوقوف عند لغته التي تتميز بكثير من الرصانة والدقة في التعبير عن أواصل المعاني، فضلا عن أنها لغة تتميز بكثير من الإشراك والعذوبة، فهي لغة فلسفية تجمع إلى جانب العتاقة سحر المحدثين، لذلك فهي لا تتعب القارئة، وبخاصة أن الباحث يحرص على تنويع لغته كما ينوع أساليب استدلالاته. ومن نتائج هذه العلاقة بين جمال اللغة وعتاقة الفلسفة نتجت بعض ما سميناه بالروابط المصباحية إذا صح هذا التعبير، والتي يأتي بها الباحث ليعالج بها الإشكالات وينظم بها طرائق معالجته للصعوبات، مثل هذه الروابط: الجمل الآتية، البيانات المنطقية والطبيعية والإلهية، الوحدة الحدية والوحدة العددية، الوحدة المقولية والوحدة المهوية، المقاربة المقولية، المقاربة التشكيكية، دليل الانحلال، المقاربة المقولية، المقاربة الدلالية، مقاربة الاستكمال بالصور المادية، مقاربة تعقيد الوجود، البيان الاستقرائي التركيبي، البيان المهوي، البيان اللمي، مفارقات وجوهرية الصورة، مذهب الجوهرية المتعالية للتعبير عن مذهب أفلاطون، مذهب الجوهرية المحايدة للتعبير عن مذهب ابن سينا، وغيرها من الجمل الروابط والتي تعطي العمل في نظري في الحال تمصلات تيسر على المتابع إدراك الأبعاد العميقة للقول الرشدي وتضفي على العمل طبعا من جدة. الأستاذ المصباحي في تفاعله مع النص الرشدي يولد هذه الروابط
يلم بها شتات المتفرق ويقرب بها الغامض البعيد ويسهل بها على الدارس طرق النظر المتشعبة ويجيب بها عن الإشكالات التي تتتابع في النسل الرفدي. وهكذا تقدم هذه الروابط فضلا عن قيمتها الفلسفية بعدا بيداغوجيا تتيح للدارس أدوات فعالة في قراءة النسل الرفدي. ثانيا، إن قارئ هذا النص لن يصادف أبدا ابن رشد الفيلسوف بضرب من البرودة يعرض فلسفة أرسطو. إن ابن رشد فيلسوف حقيقي يعيش إشكالات فلسفية حقيقية بصعوباتها ومفارقاتها. فمن بين سؤال